هيدا فرجيكم شوي عن الجست هاوس. وين رايحين هلا؟ بشري. صباح الخير. صباح الخير من بشري. عن بيت ميرنا. خيط راسي. حياتي. قديش حلوة الفكرة. كل شوي في اكتشاف جديد. اليوم نحن وين؟ نحن اليوم بأمياهيل. شي كتير حلو. في نسميها جنة صغيرة. تفاية. The Lebanese house, it took 5 years to build. And I'm going full package. Guest house. بدي افرجيكم شوي عن الجست هاوس. الكنباية، الشاميني، المنظر الروعة، هاي 360 فيو مع قطين هون، حتى في طابق فوق في سولر بانلز للكهرباء، يعني ما تعطلوا هم، وساعة بتطلع على البالكون. هيدا اللي بتحسوه، هيدا اللي بتشوفوه، it's phenomenal. مش بس هيك، فيكم تعملوا باربيكيو مع الأصحاب. هو المشروم هن الاكسبيرينس اللي حتعيشوها معنا بنيحة بهيدا الجاست هاوس. بس تشت الدنيا بيطلعوا هو المشروم، الوايد مشروم، الوحيدين بلبنان بيتاكلوا. هون القعدة، العزيمة، الباربيكيو بين الشجرات، بين أرزات الرب. لازم تبلشوا تجوا لعنا، تزورونا، تشوفوا شو عاملين، تحسوا الرواء أو تعيشوا الرواء اللي ما بعتقد في مثله بغير محل حدنا. ناطرينكم. أنا صادق حنا، هيدا البيت كان قديم كتير، هون من أقدم البيوت بقنات، يعني على الطريق العام. لما تهجرت الضيعة كان محتلينه السوري فور وايل، بعدين لما فلوا دل مسكر لثلاث سنين لورا. جينا قلنا شو بدنا نعمل فيه، قلنا بالمنطقة ما في كواليتي. احنا كنا عايشين برا أنا ومرتي، صلنا ثلاث أربع سنين بس في لبنان، بقى حطينا كل تقلنا هون واشتغلنا انه هيدا البيت القديم ما ندقره. اذا لاحظت حتى لون الحجر ما لعبنا فيه، تركناه احمر، ما غسلناه، وقلنا احلى شيء نعمل جست هاوس بس بستاندرد كثير عالي. نحن اسمنا ماونت جاكل كونتري هاوس، مسميين حالنا. عندنا انستغرام بيج، عندنا فيسبوك، وموجودين اكيد على جوجل مابس وعلى اير بي ام بي. 6 اوض، كل اوضه مع حمام، ستاندرد اوتيل. واكيد رقم تليفوني 818-32-855. هولي هن المين تينجز تبعنا. واذا بتحبوا تتفرجوا على السريع تشوفوا الاوض، تفضلوا. نحن الستاندرد تبعنا البريكفاست انترناشونال، يعني مجرب قد ما فينا نعليها كجست هاوس. عندنا كذا نوع قهوه، عندنا كذا ماشين قهوه، اكيد كورن فليكس، وعندنا السبيشالتي تبعنا هي اكس. البيض بتعمله مرتي، بتعمله مع زعتر، بسموه زباع بيروت، نحن بنسميه زعتر اخضر هون او زعتر تخين. كثير فريش وكثير بحبوها العالم بالعادي، كلهم بيجوا بيطلبوها. تو ذا بوينت في ناس هن وطالعين حتى لو مش نايمين عنا بيجوا بيتروقوا. البيت القديم سمك الحيط متر. بدي فرجيك شو صار هون. والشجر، هيدا الخشب، هيدا الارزات اللي كانوا موجودين، هيدا البارك اللي بين عمره شي 250 سنة 240 سنة على حسب ما بيقولوا التجاريين. شو رح يصير هون كمان؟ أوضة؟ كمان بيت؟ بوب. بدنا نعمل انجلش بوب. نحن عايشين برا بدبي مقصرين بهذا الجو، بدنا نعمل انجلش بوب بهيك جو. تركت كل شيء مثل ما هو، بس هدول مثلا عليك على هيدا القلوب ببينوا عليك. قليته كله 40 سنتي لأنه كان كله تراب فوقه. وين رايحين هلا؟ اوكي، فاذا من بعد المونه هلا عندي انا كمان فويه هون، فويه بع كفره. بستقبل فيها ناس. انتوا ساكنين هون حد البيت؟ ايه ايه نحن ساكنين. يعني واحد بيتصل فيكي بيقول لك انا على بالي اجي نام ببقى كفره، بتعطي بيتين عندكم؟ 100%، يعني هو بيت مؤلف، يعني مثل بيت بيتنا، يعني عاملين شقه منه، عاملينها فويه. هات نتفرج.
هذا هي الفوييه. كل اوضه مقلفه من 3 طوال. يعني فيها اقول للناس عندكم صار بيت ببقى كفر 11 تخت، بتجوا عائلة عائلتين مع بعضكم، عندكم مطبخكم، حمامكم، خطتكم، كل عدة، وإذا بدكم شيء تنزلوا لعند على الفرن تتروقوا. مظبوط، أهلا وسهلا. بيت عائلة، بيت مسكون من بشراني، بيسمح للناس تعيش مثل ما بيعيشوا البشرانية. يعني بدك توقع بكرة، بدك تنزل معي تشوف شو فيه تقطف، وإذا ما في شيء تقطف بتقطف شوية تفاح، شوية خوخ، شوية مشمش، حسب شو فيه على الشجر. نحن وين؟ بشرب بي دوت بشرب. هاني بيتك. أهلا وسهلا. بيت العائلة في 7 أواد. مرسي. أهلا وسهلا. رح نطلع على نقل أواد. هو بيت كبير، كم طابق؟ هو 3 طوابق. وهيدا الفرش هو ذاته من اجيال، كل الفرش انت وهالقد بتتذكره. ايه، او نجاب من بيوت لعائلتنا ببيروت ونجابه لهون، ما خافت انه يصير لها شيء لايقونه من رطوبه او ما شابه، بنجيبها لهون على البيت. ومره بالسنه بنقدس بمنحله، بنحملها من هون، بناخذها على الكنيسه، بنقدس ونرجع بنردها لهون. هونيك عنا أوضة مستقلة كبيرة، أوضتي. هون عنا أوضة فاميلي روم، يلي هن الأهل هالميل، الأولاد هالميل، بتساع 4 أولاد، وعندهم حمامة. منسكر هالباب ومنصير وحدنا، بنام أنا هون وأجري برا. هيدي الأوضة اسمها جولا بوم، لأنه هيدي كانت أوضة والدي، ونحنا هيك كنا نسميه من بعضنا. بيت كتير كبير، صوت عمر مظبوط، كل سكتور. الحمد لله هو عنده 6 أولاد، ممكن ضارب حسابه انه بده يكون هون هو أولاد. بعد في طابق، بعد محرز البيت. من بعد برمة البيت 3 طوابق، 7 أوض، ما بعرف إذا بيساع، أنا ما عديت، بس كم دخل فيه؟ 25-30 شخص. نعم. على 3 طوابق كلهم فيهم منظر، في أرزة بالوجه، يعني قعدنا بس ناخذ نفس لأنه اسم الله. عن جد بدي ركز على شغلة، إنه إجمالا بتفوت على جيست هاوس في الترويقة بتجي على بكرة. صحيح. أنت مصر إنه زي اللي بحب يتغدى بتغدي؟ أكيد. بحب يتعشى بتعشي؟ أكيد. بنعمل بفايات كله من التروار، يعني شو في إنتاج ببشري وبمنطقة بشري بيقدر ياكل منه. مونتك للناس اللي بتضل لهم وتبيع؟ مونتي مش للبيع، مونتي إلي، صح، حتى نبيداتي إلي وحتى عرقاتي إلي. عبالكم تعيشوا بشران قديم، عبالكم تعيشوا الاكسبيرينس، عبالكم تتعلموا اللغه، رح جرب، عبالكم تعيشوا ببيت ومثل ما بيت لبناني تقليدي محترم بعيش، فيكم تجوا هذا البيت. اهلا وسهلا فيكم. صحيح، منكفي برمتنا ومنشوف شو في تحت الشجره برا. يلا اهلا فيكم بالبيرغولا. قررنا نعمل شيء هيك حلو للضيعه، العالم تيجي تسهر وتقعد برواق بدل ما يقعدوا بالمحلات مسكره. جو حلو جنينه، وبيقعدوا هون عرقيله ومشروب وسناك خفيف. هيدا عصولة لقمة بلدية من الجنينة، من الحقلة، من المطبخ. صباح الخير، صباح الخير من بشري.
بهذا الجاست هاوس ببشري. نمنا ليلة رائعة عن جد، كانت كتير مريحة، التخت كتير مريح، الأجواء حلوة، الشباك مفتوح والهواية جايين من الوادي. ثلاث أيام هون دوما بتكونش محل، وين؟ عن بيت ميرنا. اوريدي نمنا هون وجربناه وحكينا فيه وصورناه، ولو ما ارتحت ما كنت رجعت. جاست هاوس قسم على ثلاث طوابق. هيدا رح تكتشف. طرني هون رح فوت أمن عبور وبرجع لك. هاي مش أول مرة، قلت له أنه كتير بسيط قبل بمرة ورجعت جيت لعندي. طب خبرينا شوي سفانيا عن هذا الجست هاوس، كم طابق كم أوضة، كيف اجت الفكرة ومين ميرنا؟ ميرنا هي أول شيء حماتي الله يرحمها، وهلا نحن أول بيبي اسمها ميرنا، وهو نحن عنا 10 رومز بيجوا يعني شوي مثل أوضة الأوتيل، يعني أوضة مع حمامة، وفي عنا هون 3 رومز وفوق 7 رومز وبس بنقدم بيد أند بريكفاست. أوض حلوين، خفاف، نضاف، ناعمين، مرتبين، شرايط ما فيه، تي في ما فيه لأنه ما حدا جاي عادي يقعد هون ويحضر تي في، حمام كتير لذيذ حد كل أوضة وكتير كبير، والتخت مريح. كيف الوضع؟ كتير 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 منيح. عم بكتشف وين رح نام الليلة وعم بتأكد انه التخت بينط عليه مضبوط، عم بجربه بكل اجوائه، عم شوف اذا بلين من هالميل اذا الهوايات اقوى او من هالميل الهوايات اقوى. وهلا بتجي نالي بقلها ولا حياتي هالميل اريح لك. ريفريشينغ. حياتي حياتي كيفك اليوم؟ حاطين زيت زيتون وبيضه. حطيتي لها زيت زيتون قبل؟ حطينا لها زيت زيتون، البندوره، جين، نعنا نعنا. خليك معي شوي بعد في لازم اخذك اكثر على حلقاتي عولتك؟ ايه امبارح عملتي لي كاتشب مع الجبنه استحيت يعني، بس جبت لها 10,000 فيو على انستغرام. يلا دقلي هاي، كثير بحب تعمل زيت الزيتون المسقع على البيض. هلا الترند كتير جديد، كامبين كل العالم بيحبوا النيتشر وهيك، فالترند هي انه العالم عم تحب الفانات، فقدرنا انه نقدر نخلي هذا العالم تعيش هذا الاكسبيرينس. فمشان هيك وين ما مدن فينا يكون في فان فيهم يعيشوا هالاكسبيرينس، فينا يناموا فيه قضوا نهار، اذا كان عندهم باتشلر فيهم يعملوا فوتوشوت او هيك. حتى عملنا كامب سايت ببسكنتا، فيهم العالم يطلعوا يناموا فوق، يعملوا الكامب فاير تبعهم، يناموا بالفان ويعيشوا هيدا الاكسبيرينس. قديش حلوه الفكره، انا نقيت هذا المنظر وانتم فيكم تنقوا حيالله منظر بدكم اياه بلبنان، لانه هول فانات يعني هول الترند القديمه الهيبي ستايل اللي كل العالم بتحبهم بيدوروا وبيوصلوا محل ما بدكم. من هالمنظر الرائع بهالضيعه العظيمه اللي عم نصورها اليوم هيك نفرجيكم شو فيه. أساساً فيه تخت ورا، فيه خزانات معمول خشب كله مزبوط، فيكن تكفوا لهون تقعدوا برا بتعملوا قاعدة غير شكل، هيدا بصير تخت، فيه عنا القاعدة اللازمة، درينك، نار، مشاوى والشباب، منظر كتير حلو، أو رومانتي جاذرينج، كله بصير. Very nice. أجواء كتير حلوة، فيها indirect lighting،
فيها مغسلة، فيها نار للقهوة، وفيها تخت مريح كتير. Very nice. هيثم شبير، أنا من غسطة. The project وراي نوك، it's an Airbnb، هو cabin rental، private cabin، بتاخدوها 10 to 12 to 15 guests. Sleeping people هون هن حوالي 5 to 6 people مرتاحين. نحن موجودين على الفيو مع جوني باي كلها موجودة هون. The project very new، عمره تقريبا بس 1 week. You can find us on Instagram NOCLB، موجود الرقم، موجود إيميل، موجود كل شيء معلومات. Thank you so much. انتو ببيت البربارة، هيدا كان سابقا مركز لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر، وبسبب الحالة الاقتصادية قررت ما أترك مصاري بالبنك واجت فكرة بيت البربارة اللي مكون من بيت أطفال شوارع وثلاث بيوت قديمين عمرهم فوق 130 سنة. هلأ رح نعمل برمة ونشوفهم كلهم. عنا ثلاثة بيوت لبنانية قديمة طابع اللبناني التراثي، حجر جوا حجر برا، وعندنا 6 يونتس من بيتراوحوا من حجم عادي لشخص او شخصين للفاميلي روم او غرفه عائليه. رائع. عم فوت من اوضه لاوضه لاوضه، من باب لباب لباب، مشغول صح. جيست هاوسز في كتير، وكل العالم صار في اكثر من 1500 جيست هاوس او بيت ضيافه بلبنان. هيدا مشغول صح، وفينا خبركم شايف كتير التفاصيل، الحمام، التخت، التغطاية، المنشف، الشرشف، القعدة، الكرسي، الطاولة، التلفزيون، شرايط، المخبية، الضو مظبوط، القعدة برا، الموسيقى، البيسين، وفينا كفي بعد. مشغول صح، برافو. لا انا مرتجي جاي ينام هون. مشغول صح، بيفتح القلب. نهار وكل شوي في اكتشاف جديد. على اساس بلش يخلص وبلشت الشمس تروح، بس لا، وصلنا على منطقه كتير مهمه والضيعه كتير مهمه اسمها غلبون. واللي عم شوفه بعد ما التقينا بحدا شيء ببيض الوجه، هات نتعرف على رئيس بلدي. اهلا وسهلا فيكم. انت وصلت على غلبون، كلنا بالتصرف، نحن حاضرين ناطرينك منشان نخبرك عن هالضيعه الحلوه اللي عم نشتغل عليها من زمان. أهلا محبين بلدي من ضيافي، عنا كل أساليب السياحة البيئية، هيدا اللي عم نعمله اليوم. إن شاء الله نقدر بالوقت اللي رح تعطينا إياه نشرح لك قد ما في عنا شغل، لأن في عنا كتير كتير أكتيفيتي. بيوت غلبون هني هلأ بيتين، بيت في 5 أوض، بيت في 4 أوض، كل واحد ستايل تبعه شيء، معمولين ب let's say كأنهم 5 ستار هوتيل. في عندهم كل مقومات الرفاهية، بس هني بيوت قديمة مجددة. أهلا وسهلا فيكم ببيوت غلبون. نحن اليوم ببيت البيدر. بيت البيدر مؤلف من 4 غرف، كل أوضة طبعا إلى برايفت تي في، برايفت باثروم، وأكيد في عندنا كمان البول، أكسس على البول. وهيدا بيت الضيعة اللي هو بيت تاني بيت، كمان عنده كاركتير، عنده 3 طوابق الريتشوسيه تحت،
وبيتاخد هول بيوت از برايفت كلهم سوا وفي كل واحد يقدر حاله. Je suis Muriel Dimitriades et je tiens la maison d'hôte d'Orbele, qui est la maison d'hôte de Jabal Moussa, puisque la plupart des gens qui viennent se promener dans la réserve et qui veulent dormir sur place viennent ici à Orbele. Cette maison est née d'une volonté de faire partager le goût pour la nature, pour le silence, une volonté de donner à certains une possibilité de se ressourcer un peu loin de Beyrouth. Donc ça, c'est comme ça que c'est né à peu près il y a 8 ans. Et en effet, les gens qui viennent ici, en général, c'est pour prendre une bouffée d'air frais et de silence. Donc voilà, et je pense que c'est réussi et que les gens en général sont contents. Ils repartent à Beyrouth un peu ressourcés, requinqués. En fait, il s'agit tout simplement de mon coin à Mouné, dont je me sers pour les petits déjeuners et quand les gens veulent manger un dîner. Donc je cueille les câpres et je fais mes câpres au vinaigre de pommes. Je cueille les pommes du jardin et je fais le vinaigre de pommes. Et je fais pas mal de confitures, même si en général les autres, quand ils sont libanais, ils ne touchent pas aux confitures. C'est assez rare. Mais par contre, dès qu'on a des étrangers, ils aiment la confiture avec le pain. Maintenant sans beurre, vu la situation du pays. Donc, on coopère avec Rada, qui, elle, a créé son petit site dans le village qui s'appelle Sentier Vert. Et en fait, elle parcourt la région avec les gens qui le souhaitent, que ce soit Bélé, Hélène, jusqu'à Redres, que ce soit Kfour, Riné. Elle parcourt pas mal de sentiers. Avec des gens, selon la force des gens. Parfois ce sont des personnes âgées, parfois ce sont des familles avec enfants. Donc elle adapte les sentiers aux gens. Les olives sont dans le jardin. Bessel voilà. Kettin, Zatar, Simsum, Sema, Zed Zaytoun. Mazlout. Healthy Zatar. Voilà, vous allez goûter. C'est du Zatar Khashem. Chou al Khalda. واللبنة طازة من الضيعة روعة. واحد بيجي لهون بينام مرتاح، صوت سيارات ما فيها صفير، هوايات كتير حلوين، بيتعلق بأرضه، بينسى شوي المدينة، بيرجع بيعبي انرجي، بياكل أكل صحي 100% وبيقلع جديد. اليوم نحن وين؟ نحن اليوم بأمياهل، هو جيست هاوس جديد فتح الليلة اليوم ونحن أول ناس عم ننام فيه بالأم بي أميون، وأميون هي عاصمة الكورة. أميون يلي بعد ما صورناها وبعد ما عطيناها حق، أميون المدينة، أميون العاصمة، أميون المنطقة الكتير قديمة والأشياء الكتير حلوة. مشوار ببلش ليلة بأمياهل، مننام، منتعشى، منعيش أجواء الضيعة ومنقلع بكرة كتير بكير لمشوار كتير حلو. بيت قديم، عقد، مزرعة 10,000 متر مربع. ديدي ناطرتني تتخبرني كل التفاصيل.
البترون اسمي ليندا، اللي شي 7-8 سنين بالمبدا واكثر شوي، بعمل مساج حد البيت وبيوصوني مثلا بروح على عياد على راس على النسبات. عجينتي ما بحط لها شيء لا سكر ولا شيء، بس خميره ومي وملح وبس، هيك هو المساج. ما بحط لها زيت عم تطلع طيبه على الساج بتشتغل. مش هو هيك بالصدفة بلشت ب انه كان في عندي ناس على الغداء قال بدي اجرب، وجربت انه مش الحال وصار عليهم طلب كتير، انه اكتر شي بيطلبوا كرواسون العالم. ليندا بتعمل كرواسون زعتر صغار ميني رائعين. بتقولوا صاج ليندا عم بتقولوا عن شيء غير شكل. هالعجينة اللي شايفينها محمصة بس ما فيها سكر ابدا، فيها بس طحين مي شوية ملح، وهيدي هي طبيعية واطيب وحدة عندها اياها. الكوسة مع شوية بندورة بتعمليها سبيسيال بلا بصل ابدا. عجينة عظيمة عظيمة، حمودة المكونات اللي جوا خاصة الكوسة رائعة. كاتش صغيرة ولا اروع من هيك. ديليشيوس شي اخوات، تخيلوا منقوشة كوسة حموضة حامض شوية بندورة عجينة على القد، يعني عم تحس عم تاكلوا شي من الطبيعة من الأرض ما فيه فلسفة أبدا. هلو هلو هلو، أهلا وسهلا فيك بأميون. أميون هي عاصمة الكورة، وكمان أهلا وسهلا فيك بأمياهل. نحن اليوم الأوبنينج معك خصيصاً لتيجي تتعرف على هاللوكيشن الجديد بالكورة. اليوم حنعمل برمة، عنا قطين، عنا جرين أوليفز سويت وعنا رويال جاسمين سويت، عنا الفارم، عنا بول، عنا مونة، عنا كمان أكل أورجانيك من يعني نحن هون منزرعه وبيأكله دغري العالم أورجانيك فود. بدنا نبلش الجولة؟ يلا يلا Let's go. أنتوني بدي خبرك، الأرض كتير كبيرة 10,000 متر تقريباً. عمي بلش بفكرة هيدا البيت الحجر، وبعدين اتطورت الفكرة لنعمل جاست هاوس. هلأ بتعرف تستراندينج بلبنان يكون في جاست هاوس. بدنا نعرفك على رويال جاسمين روم، العقد كتير قديم تقريبا عمره أكتر من 100 سنة، ويلي بدو يجي على أميا هيل بدو يعيش هيدا الإكسبيرينس، يعني بدو ينام بالعقد، بدو يحس ببرودة العقد إذا بدك، بدو يكون ساكن على تخت قديم، فرش قديم، غراض قديم، صندوق قديم، كل شيء حبينا، حتى في صور ناس كبار بالعمر توفوا أكيد، كل شيء ديتيلز بتشوفه بالأوضة، حتى التريا، اللوحات، كله قصص قديمة لحتى الجاست يعيش هيدي الإكسبيرينس. واحد بفوت على الأوضة أول شيء بيطلع له لتر مكتوب عليه هيك كلمة استقبال، شو هو المشروع، وواحد بحس حاله ببيته. Thank you. وانيتين ماي. واثنين جايا. اجوا بوقتهم هول. انا بيتهم هون. اخوات. وعندنا أوضة تانية أنتوني، تختين، هيدي الأوضة اسمها Green Olives، استوحيناها لأنه تعرف الكورة مشهورة بالزيتون، وبأميا هيل في كتير زيتون، فهيك بنحط بيقدر يجوا العالم بيشوفوا الزيتون بالأوضة، كمان مع الباسكت يلي محضرينهم إياها، ومثل ما قلت لك كمان طابع عقد مع يعني هيك شعور بحس حاله واحد ببيت قديم وبيعيش الفول إكسبيرينس. وعنا التراس اللي كتير كبيرة يلي شفتها أنتوني، وسألتني أنت معقولة بتاخدوا إيفانتات، بتاخدوا قصص سبيشل إيفانتس، أعراس، أعياد ميلاد؟ أكيد بتقدروا تجوا تعملوا أي إيفانت سبيشل لإلكن مثل الأعراس مثل ما قلت لك. واليوم لمناسبة الأوبنينج معنا ست ليندا يلي أنت بتحبها كتير، اجيت لعنا على أميا هيل لحتى تعمينا الفتايل الطيبين يلي بتعملون وتشارك معنا بهيدا الأوبنينج.
لخبرك، المونة هي شغل كل ستات المنطقة، يعني من قضاء الكورة وحتى من الشمال، يعني in general حضروا لنا هيدي المونة الخاصة لهون لكل الناس يلي بيقدروا يجوا على أمياء. هل بيقدروا يشتروا هيدي المونة مع وأكيد يدوقوا منها مع الفخار أكيد من آسيا، فخار آسيا، والكروشيه يلي هو كمان شغل ستات البيوت، كمان ناس بيقدروا هيك ينقوا يلي بيحبوه من هيدا الكروشيه. وصلنا هون على الجنينة، جنينة أمياهل يلي فيها كل المزروعات. من هون منقطف الخس، منقطف الخيار، البندورة، كل المزروعات يلي من خلالها بنعمل الأكل، بنعمل الترويقة. أكيد في ترويقة ضمن الإقامة، ترويقة من هيدي المزروعات ومن هيدي الجنينة. وصلنا على الفارم مثل ما شفتها، هون بنعمل كل شيء، حليب، جبنة، لبنة، بيض، من الفارم بيوصل لعند الكلاينت، لعند الجاست، فريش أكيد. بهيدا السبيس كمان مثل ما قلت لك، يلي بحب الفارم، يلي بحب هيدا الستيل من الحياة بيقدر يجي يكون عم يقعد هون، بيطل على الفارم وبيطل كمان على سهل زيتون الكورة، وهالفيو اللي كتير حلو. لكن أنتوني خلصنا برمتنا، بدي أذكر إنه هيدا اللوكيشن هون بيقدروا للكوبلز، للعيال، للجروبات الكبيرة بيحجزوا، بيقدروا يقضوا نهار على البول أو مثل ما قلت لك إن كان إيفنت. بدون يتواصلوا معنا على 81-091-901 وأكيد على كل أكاونتاتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك وإنستغرام أمياهل. هلأ صار وقت العشاء، مثل ما شايفين كل المنتوجات الموجودة على الطاولة هي من الأرض ومن المزرعة، مثل ما خبرتك قبل شوي. الناس بيقدروا يجوا يحكونا، يحجزوا عيد ميلاد، يحجزوا عرس، يحجزوا عشاء، جمعة أصحاب، نعمل لهم هيدا يلي حتصوروا اليوم، كل أنواع الأكل يلي حيتصور، ومثل ما شفت كله بالفخار وكله هلسي وأورجانيك. سبيسياليتي مثل ما شايفينها هي الفخارات، الفخارات تبع مش حيالة ضيعة تبع آسيا، هو الفخارات الغير شكل يلي من لبنان للعالم، ولازم كل بيت يكون عنده منهم لأنه الأكل فيهم له غير طعمة، إن كان دجاج، إن كان جبنة، إن كان كفتة، إن كان هالفخارة العظيمة اللي فيكم تعملوا كل الجريلينج قدامكم على الطاولة. هيدا هي الأجواء، هيدا هو العشاء، ببلش بقرشي كيسك كيس وما بتحلى هالجمعة بلا كيس عرق. رائع هيك بيت، وصلنا على كفر العربي على الطريق، احنا طالعين صوب نيحة، هتا فرجيكم هالعظمة يلي بنص الضيعة. We'll be right back.
هلو هاي يوسف. يا يوسف هاي، خبرنا عن نيحة وعنك. نيحة تغيرت كتير من وقتها وما تركتها آخر مرة. عملنا طريق وفرت 15 كيلومتر، صرنا بعاد عن البترون 20 كيلومتر بس، يعني أقرب جرد تنزل فيه على البترون. ومن وقتها ما عملت الحلقة كتير تغير قصص من العالم اللي بقلب الضيعة حبوا ضيعتهم أكتر، كانوا برا وساعدونا بكتير قصص رح نشوفهم هلأ تابعهم فوق. يوسف زراعة بكل شيء. نيحة here we come. هيدي السياحة بعدها عايشة من سنة 72، كورونا ما قدرت عليها، لقطت كورونا على فكرة. مثل ما شايفين بلا باب تمشي واحدة، صارت من تراث الضيعة يعني. سو كل حدا رح يزور نيحة رح نظبط هيدي السيارة نعمله فيها أوفرو. بطل كمي، قبش بالاحسنات وقعت موت بس تعبرني ما بنكمل هنا. لك خلينا نعطيك انجلا منيح. هول البرجر المعزل بتحبهم كتير، طعمتهم بتقتل. الكاري والبروكولي معنا، بروكولي اورجانيك، هلا بتدوق وبتشوف قد طعمتهم طيبه. هذا الشيء من المانيو اللي حيكون دائما هون، بس تجوا رح يكون المانيو كله اورجانيك سيرتيفايد. نحن هون بجست هاوس عم نحضره. جست هاوس رح يكون ريدي بسبتمبر بقى نفتحه. حدا بيجي بياخده بريد اند بريكفاست 100%، بنعمل له الاكتيفيتيز، بنام هون بساعة ثانيه يعني كثير كبير. هو بيت قديم، في كل القصص القديمه فينا نشوف شو جوا. بعد ما خلص عم نحضره. هون الكار رح يكون الواين اللي هون، هيك اللوكال واين مع العرق، نعمل عرقات جوا تعبوا واين من هون بتشربهم. هول الافيات هاوس مع الكومن اريا. هون العالم بتتروق وتتغدى وتتعشى وبيلتقوا كلهم هون تيتعرفوا على بعض. سنس كوميونيتي. الضيعة مشهورة كتير بالفاصوليا، كل المزارعين هون بيزرعوا فاصوليا. هي كنا هلا فلحنا وتلمنا مثل ما بيقولوا، حتى وزرعنا هون ونصبنا كل الشرايط حتى يطلع عليهم. هلا بعد شهر شهرين بتشوف بصير كله أخضر مثل ريدو كرتون أخضر فوق جناني كلها. أنا ألفون سعاد، كوفاوندر تاب نومانس نيتشر أند نيرتشر. أنا ومرتي لارا بلشنا هالإكسبيرينس من 7 سنين، ونقلناها بابليك من 4 سنين إكزاكتلي، يعني كان بيتنا. وبنستضيف العالم تيتعرفوا على الطبيعة وأنت كونكت، يتواصلوا مع الطبيعة وحب
حيوانات. نحن فاتحين هون مدار السنة كلها، ما بنسكر أبداً، عالم فيها تجي يا بتنام يا تجي تقضي النهار. نحن مقسوم شغلنا على مرحلتين، اللي هي من أيار لأيلول بنستقبل كل العيال و family get together، ومن بقية الأشهر بنعمل ريتريتس لكل العالم اللي عايزة تتواصل مع حالها ومع روحها وتنظف تعمل كلينزينج. بيكون في بروجرامز هولي لارا بتخبركم عنهم بعد شوي. هلأ هيدي تي بي تنت جايين من نيتيف أمريكانز. ليش؟ أول شيء غير إنه شكلها مهضوم وحلو تتكون أوريجينال، نحن عنا كتير شغل مع نيتيف أمريكان اللي هن ترايب الهونيكوين اللي نشتغل معهم فور ذا هيلينج، واللي بيجوا بيزورونا وبيجوا بيعرفوا على العالم. هلأ عم نظبطها، بس حبيت فرجيكم جوا في إنه بيكون فيها تخت ومفروشة، حتكون فانكشنال هلا بالصيف. هدول كمان عملوا during كورونا actually، وقت كان في لوك داون هذيك السنة وبينا سنة ما عم نعمل شيء، نحنا كنا عم نعمر. نحنا جينا لهون على أساس كنا عم ننبش على بيت مصيف مع الأولاد، بقى التقينا جينا لقينا هذه الأرض وعلى أساس بده يكون بيتنا، بقى حبينا كثير نبقى بالطبيعة. تركنا كل أشغالنا اللي كانت بالمدينة ونقلنا شغلنا يصير هون لنقدر نحافظ على الطبيعة ونحافظ على الأشجار ونساعد العالم كمان اللي بالمدينة تتفهم وتحترم الطبيعة. بقى فكرتنا نستضيف العالم اللي عبالهم، اول شيء نحن بعاد بس 40 دقيقه عن بيروت، يعني كل العالم بتشتغل كل الجمعه بيطلعوا بالويك اند تيريحوا. نحن ما بنحط موسيقى، نحن ما عندنا الكول، نحن ما بندخن، نحن ما في ارجيله. العالم بتجي لهون عن جد تتريح وتبعد من كل هالاجواء and to embrace nature. مغامره تبعنا بلشت في هدول الغرف هون، في 4 غرف. أول ما فتحنا أجرنا نفتح بيتنا كبيت ضيافة، كان العالم تجي تنام عنا هون، ما كان موجود كل اللي شفتوه قبل. هولي الغرف كنا إنه بيعيشوا معنا، نحن كنا عايشين هون والعالم تجي تعيش معنا، تاكل مثلنا وتقضي الإكسبيرينس تبعنا، وخاصة تذوق أكلاتنا. اللي هلا بدي أقولكم تعالوا تفرجيكم شو عنا للطريقة. أكيد رح ناكل لبنة، جبنة، كتير عبالي ذوق البيض مع زعتر. شكلهم فكرتهم بتشهي ومنقوشة زعتر. And that's it. يمكن وشوية مربى. ولا يلا نتروق. قصتها كتير هينة، طلع عجينة شكلها غير شكل. Oh my god، طعمة لبنان كلها سوا بلقمة واحدة. Wait. طعمة الطبيعة من الطبيعة، زعترات بياخذ العقل. شيء كتير حلو، ما بعرف افسر الاحساس من اول دقيقة وصلت، حسيت حالي عم بعلى على الارض، حسيت في انرجي، في بوزيتيفيتي، في شيء كتير حلو. بتبلش بصوت العصافير، المي، الطبيعة، البرودات الغير شكل، وبعدين بتتمشوا من محل لمحل، الشجر اللي منه مدورين من مئات السنين،
إذا عبالكم تناموا هون بتحسوا حالكم عم تناموا قراب من ربكم. إذا عبالكم كمان تجوا تقضوا نهار إنكم تعملوا مديتيشن، إنكم تتقربوا من الطبيعة، تتقربوا من زيتكم، فيكم كمان. السيستام هون بتحجزوا البيت أو الجاست هاوس والترويقة غدا عشاء انكلودد. بتجوا لهون تبعدوا عن كل شيء، عن العجقة، عن السويقة، عن المشاكل. تلفزيون ما فيه، في بس انتو طبيعة والله شيء ولا أروع من هيك. بعد بفوت لعندكم، أول شيء خلينا نبلش من الأول، البيت من برا بياخذ العقل، وقديش قاطعين من هون قدام هذا البيت وبنقول اف شو حلو، واحد ينام فيه لا شغلة تانية. بعدين بيفتح الباب على الطريقة القديمة، الصالون الأساسي تبع البيت، أوض على اليمين، أوض على الشمال، على الطريقة التقليدية. هذا البيت عنده تاريخ كتير حلو، جده لبي هو رجل سياسي كان من زمان. البيت تحت عمره 100 سنة، بس البيت هون عنا عمره 60. صراحة الفكرة بلشت ما بعرف بليلة قررنا فويه، والفويه تحول لجاست هاوس، وعم نجرب انه العالم تعيش عنا كأنه بالبيت، يعني مش اوتيل ولا بأوتيل، ما في اطلع ما في اعمل شيء، لا بيجوا بيقعدوا بالصالون بيحضروا تي في. هذا الشيء كتير حلو، كمان بتتعرف على العالم، بصيروا يخبروك اخبارهم كأنه انت واحد من العائلة. بيستقبلوكم هيك بقهوة الاستقبال، اكيد قهوة الاهلا وسهلا، بتحطوا فنجان قهوة، بتقعدوا على رواق بهالاجواء كتير حلوة. بونجور، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بدومين دو شوشان. نحن هون از ا جيست هاوس عندنا تو تايبس اوف رومز، اجمالا نحن هون تو بيلدينج، عندنا نوعين من الاوض، عندنا نوع من الاوض هو بيكون في شيرد روم كومن اريا، بيكون في صالون مشترك بين الغرف ككونسبت بيت ضيافه، والنوع الثاني اللي بتكون الاوض التراث القديم اللي هيدا المبنى هو عمره 120 سنه، اقدم مبنى يعني لمختار بالياس كان بيت حنوش، سكر من هيك تسمى هيدا المبنى. كمان عنا شغلة انه عنا باسماء العصافير هيدا المبنى، العصافير اللي موجودة بالدومين. هون رح نشوف الثلاث غرف بيجوا معهم صالون، بيجيك في كومن اريا مع الغرف. بحلقة إبلياس كان هيدا المحل اكتشاف، كتير ناس منكم ما بيعرفوا، دومين طويل عريض، الألوان اللي بقلبه بتاخد العقل. بعرف انه كان حلو، بس هالقد حلو بالخريف شي خوات. بيستقبلوكن، بيغدوكن، بيعشوكن، بينيموكن، بتشترون بيداتكن وبترجعوا بيروت. فيني سميها جنة صغيرة، في أحلى من هيك؟ خاصة بهذا الموسم الألوان بتاخد العقل، الشمس من هون، الهوايات، حمامات، الألوان اللي بتاخد العقل. نحن وين؟ من بقاع الغربة رجعنا انتقينا صوب تعنية. نحن وين؟ بخان المقصود. خان المقصود شغلة كتير أساسية لأركانسيال يلي هي ضايعة نموذجية، رح تشوفوها هونيك، ومطعم أكله كتير طيب. عرقات بياخدوا العقل، عملنا فيديو عن العرق من سنة الماضية توب نوتش. بيجي لهون بحس حالي بالبيت، بيشتغلوا صح اخوات. جوني 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 صديق العزيز، بونجور، اشتقت لك. نحن بالاكتر، يلا خبرني نحن وين. نحن هلا بتعنايل، بضيعة النموذجية اللي عنا اياها باركانسيال، بدير تعنايل، مقابل دير تعنايل. عنا 7 غرف، ونحن الغرف خصيصاً عاملينهم مع الطوايف اللبنانية كلها. عنا بيت عساف للماروني، بيت أبو عمر السنة، بيت حسين الشيعي، عندي وراي من أولى أبو جورج للأرثوذكس والكاثوليك، وبيت أبو سارة الدرزي. فهيك جمعنا طوايف بضيعة واحدة. روعة روعة روعة. أهلا وسهلا. تشو بتعيشوا هون بالضيعة؟ في شغلة بتذكرها، أنا كنت نمت نايم بهيدا الأوضة، في شغلة مهضومة، أنه هي راكبة على الطريقة القديمة، يعني مسيو مدام عايشين هون،
تجوزوا، عمروا له بيت لابنهم. الرجال بيروحوا على الشغل والنسوان الماما والكني بيقولوا whatever بيقعدوا هون بالنص وبينحرب بعضهم كل النهار. This is how it is. واو، على الطريقة القديمة، جبلية جردية لبنانية. تعوا عيشوا الاكسبيرينس وعيشوا اولادكم الاكسبيرينس. شانيا؟ يس. لبنة اكيد، خبز يس، نومة حلوة اكيد، لقمة طيبة، كيس عرق، شو بده الواحد اكثر منه؟ ونومة. ايه بتعيش هون شهر خلصي. لك ايه. اهلا وسهلا فيكم بويستوود فالي زحلة. نحن بروجكت عمره فاتح 4 أشهر بس، مش أكتر. فكرة بلشت بس دورنا على الجاب بمدينة زحلة لنجرب نعمل شيء جديد للمدينة ونطور الاكسبيرينس. نحن أول شيء بيوصل الشخص على الإدارة لتحت ليعمل تشيك إن إذا جاي يكمل البانجالوز. بيرجع بيجي لهاني على السكشن بي تبع المشروع، بيطلع بالإلكتريك كارز. سيارات ما في بالمشروع، سيارات ما في، تحت كلها باركينج وبيطلع بالإلكتريك كارز كلها سوا. هذا الجبل كله سوا كان مثل هونيك بس استخدناه. زرعنا، عملنا، شجرنا، عملنا كتير زراعات متنوعة لحتى يعمل سستينابيليتي المشروع لحاله. عملنا ارتفيشال ليك بجامع ماء الشتي وبنسقي منها. بلشنا بعدة فيز، هلا نحن فتحنا الفيز 1، صار لنا 5 سنين بنشتغل بنحضر. السنة اللي قدرنا نفتح أول فيز اللي هي بانجالوز بلس 2 different concept of restaurants. الجبل أخدتوه وزبطتوه صح، فيه مطاعم، فيه نومي، فيه events، فيه activities، فيه ليك، فيه كروم بلس فيه شيء اسمه زحلي تورز اللي هو كل شيء خاصه بالرحلات السياحيه بالمدينه زحلي. وي اورجنايز ذس ثينج، زحلي سيتي تور، واينريز تور، زحلي هايكنج كلوب وكذا. جربنا نعمل هاب توريزم هاب بالمدينه وكله بيوصل. اخذنا زحلي توريزم تو ذا نيكست ليفل. يس اكزاكتلي. واحد بيوصل على البرداونه وبيضل مطالع بالجبل بين الوديان وبيوصل على محل بيشوف الجبل كامل فيه الوان. هلا عم بتعتم بس الالوان خريف بتعقد، ما في سيارات هون، البيتون مظبوط، التراب، اللافوند، الحجار، وهالستراكشر الخشب اللي بعتقد كل انسان حلمه يعمل بيته هيك. واو، هيدا كفي الورمة بس جنون هذا. بس حلمي او حلم كل انسان انه يكون عنده بيت بالجبل هيك، انه يكون خشب، تفايه، فيو، زيز، اوضتين كتير حلوين، بيت عائلي معمول ومشغول صح. عندهم عدة بيوت 3 أحجام موجودين هون على الجبل، كلهم عندهم منظر بيعقد، بيستقبلوكم صيف شتاء ان كان بالبرد او بالشوب. كل تفصيل حلو من الباب، من الاوضة، من المنشفة المطبوعة. وهلا المطاعم رح ترجع تفتح. واو، كنت قالوا لي في مشروع جديد فتح بزحلة وعمل ضجة، بس هالقد وهالقد كبير، هالجبل الكامل العظيم وهالقد دقيق بالتفاصيل، شابو. رغم كل شيء مكفيين ومؤمنين وبعضهم طحشين وما في شيء عم بيوقفهم. You are in جد مربين. Welcome to my house. We built this house. It took 5 years to build from zero until now. It's all finished. And as you can see, we took our time to build it, and it's come out very nice, really nice. But it takes time to build and patient. Yeah, you know, I went to Australia in 1977 when I was about 10 years of age, and I used to travel back to Lebanon every now and then. And 2000, I decided to come back to Lebanon. And stay in Lebanon, and I started coming here to the mountains in the Jordan Rabin, and I started building this house slowly, bit by bit, and as you can see, it's all finished now. And welcome to my house. أهلا
اهلا وسهلا فيكم. نحن هلا بمربين على ارتفاع 1700 متر. مربين بتبلغ مساحته حوالي 40,000 متر. نحن هلا بالمزرعه، وهذا البيت البابا كان عمله بدايه لنا للعائله وللاصدقاء. كنا نطلع ناكل سوا ننبسط، فقلنا ليه ما بنكبر هذا الشيء ويصير كلياتكم عائلتنا، ويصير كلياتنا نجي ناكل هون مع بعض على الصاج، نعمل ترويقه بلديه. ان شاء الله بعدين رح بيصير في عنا منامه ورح يصير في عنا غداء. اهلا وسهلا فيكم، بتمنى كلياتكم تجوا تشرفونا مثل ما انطوني عمل. 71 43 60 45. اهلا وسهلا فيكم. بير بابوير بكشف ما بينشبع من الزعتر، ما بينشبع من لبنة، وبيضل الواحد بيشوفهم وبيرجع. بندورة بلدية، حبة حد التانية. هون رح نحط لنا طبعا شكله شي طيب وشوية نعناع. وأنا أمنت حالي بيقنع الشكل. والكود منحطه يلي هو خبركن اياه للكل اذا بدكم حدا عمله يجي لهون. حسيت حالي عم بلعب فور بوايار عن جد. حبيت فيرسيون بشارك. Welcome home honey I'm home. اليوم ما في هاني. نال بتعرف شو كنت رح اقول. انا وياك سيكويا جاستورز. اول ما توصلوا بيجيكم صفحة بتخبركم كل التفاصيل، وين توصلوا، كيف الدرج تنزلوا لهون، شو هو الباب، شو هو الكود، الكهرباء كيف لازم تدور، وكل التفاصيل. اللي حبيته هون بالبيت فعلا هو بيت بنص الطبيعة بنص الوادي، بتنزل على درج كتير طويل، انتو حاملين شناتكن مش عادي توصلوا لهون، لانه بالطبيعة في كل ليست الادوية موجودين، فور الرجي، انسكت بايتس اتسترا. حبيت اول ريدي، الحمام جاهز، مناشف موجودين، صعنا هون القعدة الشاميني اذا بدنا، بس بعد ما برد الطقس كفاية. مطبخ كتير كبير، وطعوا معي هون عنا أوضة بتساع شخصين. نحن بسيكويا جيست هاوس بأول وادي أنوبين على طرف بشري، محل برايفت سيف وبعيد عن الناس، غابة كبيرة مثل ما شايفين احنا عاملينها، وبيت صغير بيستقبل 5 أشخاص أو 6 أشخاص. بيت مجهز بكل شيء منعوزه، مطبخ، انترنت، ما سخنة، واي فاي إلى آخره. جربنا نعمل غابة صغيرة فيها شجر من وين ما كان بيقدر بيعيش على هذه الالتيتيود. نحن 1400 متر، فريد الأشجار اللي بتعيش بلبنان بالساحل ما بتعيش هون. جربنا وين شي بيعيش هون منجرب، ايام نضطر نشتري بزر، ايام نضطر نشتري نشحن شجر من برا. ومثل ما شايفين في ألوان حلوة رابع بعضهم كستيل غابة. يلي بيجي بيتمتع إذا سامعين في عنا عصافير بتجي على الشجر، في عنا رواق، في عنا مناخ حلو، قاعدة حلوة فوق الوادي، وأهم شيء البرايفسي والسيفتي. جنة صغيرة على بكرة، نمنا هون، جيست هاوس لذيذ، أوضة وحدة، بيت واحد بتعرفوا إنه ما معكم حدا، بكعب الوادي ببشري بعيد عن الضيعة، وعينا على صوت المي، صوت العصافير، نومة برود كتير حلو، قد إيه حلو الإحساس إنكم تناموا على أسود، أسود أسود أسود. فتحنا عيوننا على بكرة وشفنا ألوان ألوان ألوان. بتحبوا الطبيعة، بتحبوا الرواق، بتحبوا الأصوات، وبتحبوا البرد، لازم تفكروا تجوا لهون. وبالآخر في البالونسوار تبع التيتا.
شوية لبنة، يا هيك تبليشة يا بلا. شو هالقصة الكبيرة؟ خبزة طلعت هلأ واللبنة لبنة معزة بلدية طازة. أساساً حسيت التكستشر تبعها غير، حموضتها قوية كتير، زيتاتها غير شكل، عالمة الجبل. الشطارة أنا ما يصير كل جيبكم زيت، بس يعني من هذا الأساس. لك بعد الرياض كله هوميد، فرن حطب، أمبيانس كتير حلوة، زيادة عن إنه بيت حلو، جناينة حلوة، قريب على الوادي، الهايكينج تريلز كلها بتبلش من عنا على الوادي، نطلع على الأرز بخمس دقايق بالسيارة. حيالله شيء خاصه بالباربيكيو، بالبونفاير، بالشاوي، بالأكل، عنا كل التجهيزات. مش معقول شو حلو، مش معقول بكل ترويقات العالم. وافلز وبانكيكز واكس بنديكت وخبار، بتضل الزعتر بتحرك المشاعر، مش عم يعني بدمعك لما شفت الريوع اللبنانيه، مش معقول. والايدين والنفس والشغل والتعب والهلاك. حلو كتير حلو، حلو احساس الضيعه، حلو احساس الجمعه، حلو احساس الاستقبال، حلو احساس انه الناس تعرفنا عليهم اليوم ووعيوا كرمالنا الساعه 5 الساعه 4 تنحضر، والعجين والعائلة كلها هون وبيستقبلوكن إلكن إن بيعرفوكن أو لا، لأنه هيدا هي الأجواء هون وهيدا هو الاستقبال. منبلش بلحم عجين غير شكل يلا أكيد بتتاكل مثل ما هي. هاي التندوق أول شيء، عجينتهم يعني واللحمة واو، بس ما تنقذوا، نعلمكم كيف تاكلوا لحم عجين مع لبنة مش مع زعتر، مع لحم عجين. شي كتير طيب، يعني عندهم فول باكج، عندهم الباكج اللي هو النومة، عندهم القعدة، عندهم الترويقة، وعندهم المنظر، وعندهم الفيو، والناس بتجي لهون بتقعد على هذا المنظر. هلا ما بدي افسكم كتير، بس مش كل شخصين اجوا رح يولعوا لهم كل هالنار وكل هالاخبار اكيد، ايه فانه تعوا جروب اكبر شوي تتوفي معهم. يلا بتخلص دائما الجامعه اللبنانيه بقهوه اكيد، انا بسكب بتلي برا، احنا بنشرب وينجوي، مارك بيشرب وبيرجع ببصر لي. مزبوط. بيت قديم فيه فايرة بالنص، هو قديم ايه صار له شي 45 سنة تقريبا. هيدا بيت الطفولة؟ ايه هيدا بيت. أنا كم شخص بساعة كم اوضة فيه؟ هو بساعة 25 شخص تقريبا، فيه شي 6 اوض. وبيجي لعندكم فيكم تروقوا وتغدوا وتعشوا؟ اكيد اكيد كل شي فول فلاتش. اه اكيد. اميزين، نعمل برمي في اوضة صغار وفي التيري اوضة كتير كبيرة بالبيت. في اوضة تختين، وفي دورتوار 10 خوتي، وفي تواليت في قلبه، وفي اوضتين كل وحدة فيها اربعة. يلا نعم برمي. هيدي الأوضة كانت أوضة الصفرة، طاولة 12 كرسي، شلنا الطاولة حطينا فرشات هيك، فينا زيت بيصيروا خمسة محل الأربعة. هيدي أوضة، أوضة لهونيكة، هيدي أوضة لأوضة الشباب كانت، عندي الماستر بيد روم هون، هيدي كانت أوضة البنات، حمام ما كان فيه، شقينا الشباك وعملنا حمام. هيك فتنا لهون بدنا نرجع من جديد، لا انه كان في غلط. هيدي اوضه المكتب اللي الاولاد يدرسوا هون، نفتح من هون على الجراج، كان باب مسكر نفتح على الجراج، حل الجراج صار في 6 خوتي، هيدي 6 خوتي، هونيك جنينه المطبخ كنت ازرع بقدونس نعنع، صار في 4 خوتي. هيدي هيك شامبر كومين، ما قلنا زمان مركبين شوفاج، 3-4 سنين، كل سنه بنحسن حسب الشغل. الناس فيها تتغدى تتروق تعشى عندي؟ كنت انا ايه بنتي انه كادجور من عشيه يتعشوا، على الغداء اجنبي ما بيجي، عم بيكزر يجي من عشيه يتعشى. سو اجانب اجانب، قاطع عليكي كم جنسيه هون؟ اسم الله كل شيء، هلا بفرجيك الدفتر تبع الجاست بوك كل الجنسيه. بلشت القصه مع جوزك، جوزي يلا قوموا تفضلوا على كرم اهل بشري،
ومن واحد لواحد لواحد صار جاست هاوس. اليوم صار له اكثر من 25 سنة. سنه يعني عم نحكي اليوم موضه الجاست هاوس هلا اخر فتره. ايه بس انتوا قبل الموضه بزمان بيتكم فتحتوا لكل العالم. ايه في احلى من هيك. والمدام قالت لي هي ما بتحب تصور بس انه اضطرينا نصور البرمي والمشهد مرتين لاسباب تقنيه ومحمسه كثير تخبرنا عن بيتها عن عائلتها عن بنتها اللي هلا استلمت وقوتك معنا. إيه؟ انت بتستقبلي ببيتك إيه؟ مش بتفتح إيه؟ الباب وبتختفي. جست هاوس ما بنترك الاجنبي ما بنترك حدا ببيتنا ابدا. نحن موجودين مثل ما انك شايف بيتنا موكيت بيتنا خشب الدايحة سيجارة شغل حكاية ما بينترك البيت ابدا رعا. ابدا ابدا. عندك مطبخ خلع فكر ايش اطبخ انا وياك لان مراتك حلمين. انا شو بعمل ليك انا شو بعمل شوف التغطية فوق مليان هيك كنت اعمل هلا ختيرنا. ابدا ابدا انا جاي اطبخ معي طلعوا هون طلعوا هون الغنى. انا فت على الباب على المدخل وقالت لي بنتك انه فينا صاير 25 شخص مش معقول وين صاير هنا 25 شخص بس بتفوتوا من اوضه لاوضه لاوضه عايشين بتلاقيه وكل واحد عنده السبيس تبعه وبالاخر كل اللي بيجتمع قديش في اصحاب انعملت هون؟ لا عن جد كثير 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 وبعد عنا زبوناتي بيجوا من سنه لسنه وبيقول لي انا كنت عندك من كذا سنه وانا وين برجع لدفتر امن العام بقدر اعرف بقول له اي سنه برجع لدفتر امن العام بقدر اعرف انه وين انت شو الدفتر؟ يلا إيطالي، دريسدن، لسبوة، باريس، هونغ كونغ، لندن، ميونخ، يو كي، نيدرلاند، أشرفية الفوقة، بولند، غرينوبل، ستوكهولم، برادا، بوردو، يو كي، فرانكفورت، فنلندا، كولومبيا. واو، هونغري، بيرفكت فاكيشن، بيرفكت بليس. خبريني جست اجت لعندي اول ما استلمت الجست هاوس انا بتخيل هيدي هي مارلينا كانت عندنا من 9 سنين رجعت جايه مره ثانيه وقصدت التايجر هاوس وجايبه مع اصحابها 9 years ago Your hospitality made our stay very special. I'm hoping to visit again and hopefully see you again in 10 years. انا اجت هي قبل 9 سنين رجعت بترجع بتجي بعد 6 سنين ثانيه. Beautiful. والكل كاتب بخط حلو خربشه ما فيه يعني بوزيتيف يعني حتى في ناس رسمة رسمات. I am from Mexico. You came all the way to Lebanon? Yes. صار له 9 أشهر بحضر سفرته على لبنان وكل يوم بيحضر فيديوز بكل تيفيات عنده بالبيت وما بيأمن إنه في شيء اسمه chance or coincidence يعني شيء بيصير بالغلط. فالتقينا. I hope we're gonna stay in touch. Probably now I'll give you my contact number and you'll tell me what did you do, all the pictures, where you're gonna publish it. So probably all Lebanese will watch what you did. And okay. أهم شيء قاله أهم شيء قاله رح أرجع أقوله على إنستغرام بيقول رغم كل شيء عم بيصير بلبنان رغم كل الوضع الكتير تعبان ساعدوني اللبنانية and I found help يعني ناس ساعدتني وقفت حدي رغم كل شيء قديش حلو. جست هاوس ببشرة بشارع مطفى أرمى ما فيه أو ما شفناها وإذ بيفتح الباب وبتكتشفوا جوا قصص حياة قصص عائلة صار أكثر من 25 سنة والمدام خبرتنا كيف جوزها بوقتها نزل الأولاد على بيروت ما حب رجع بشرة دماته هون استقبل عالم حيطان بتحكي أخبار رح نايم معهم بالبيت مثل ما هني بعيشوا ناكل بطاطا بالليل ونقعد على التربية.